في البونتو ماركيت كونتر الامور ولا خاطر في في اخر وقت ما ينجم بدل شيء حتى واحد ما ينكر في تونس لانها بالنادي الفريق هذه حاجه ما ننكرهاش فما نخدم على روحي توا ولازمني نعطي مع جمعيتي 100% مبروك على النادي الفريق الانتصار نتاعهم وهذا ما يعكس احنا جينا لعبنا كونتر الاول في الكلاسمون جمعيه كبيره ان شاء الله احنا اتحاد مناسير نخدموا على رواحنا وان شاء الله في الماتش الجاي نربحوا في التيران نتاعنا ونفرحوا جمهورنا ان شاء الله. بون شونس برين.